هادي قصة الراكب على باه المشرج بمه مسلح بلا هواه والخوف يجري في دمه راه القلب ما يصيب دواه غير مع الناس اللي كيفهموه كلها غايس في همه وانا رجع يا فلاي بكل احباب تلمه وانا رجع يا فلاي بكل احباب تلمه انا القريب انا البراني انا الغريب في عز وطاني شويه من خوالي شويه وشويه من عمامي سموني والدي ام هاني وكلها واش من سميه سمي والله الغيب الغايه لي كلها غايس في همه وانا رجع يا فلاي دوك الاحباب تلمو وانا رجع يا فلاي دوك الاحباب تلمو والله الغيب الغايه لي كلها غايس وانا رجع يا فيكم اللي تلقاتوا اول مره انا با انا وياك قالك انا اللي شفته قبل منكم ايه ودي راه ماشي راجل راه غير دري موطر دابا يجي والديه وهلو يبريو عليه خونا سي الرحام لحقاش انا اللي سبقته القابله فمها قالت لينا انا خرجت قبل منه هاتلك ديك التروميسه ها هو السيد زعيم ما يتلقاش ويطلق صلاحك اليوم هي بغيت تعرفوا شكون انا ومنين جيت الله يا ودي الفقيه اللي حامل كتاب الله في صدره المخيرات منه من غدا ان شاء الله غدا تصبح دار المخزن ساده ايوا علاش العناس ما كاين غدا با نصبحو مع زوجتي في السوق ونبيعوهم باش ما كان عياد عياد ولد الرداد قنديل اش هاد المجيه بالليل وعلى غفله ياك ما كاين باس بغيت نعاود لك على واحد السر مكتوم مخبي ولاني لم حصلوا عليها الخديعة والدغل عاوتاني غترجع فوق المحمل وهذه المرة ماشي عرفتي شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نطلب ضيف الله وندخل نتبع بنت عمي مهاني لا مخاف عليك عياد لحقاش تريكتها ما كتحملش البراني ولاش دخلوها هي؟ واخا ما عارفين اش راها بنت جاتو ما يفصف شاب غريب وبراني لحقاش دخلوها المره الاولى فوق المحمل غير باش يعتقوها وهي دايره بالعاني ولاني لم حصلوا عليها الخديعه والدغل عاوتاني غترجع فوق المحمل وهذه المره ماشي بالعاني الانسان حال حواله ولاني كل شيء بحال بحال كيف ما كيقولوا زمان كلها هبال وحماق وكلها وحال وليني الهبال كيبقى غير هبال وفي الاخر الانسان كله كيبقى بحال بحال وهذا الشيء ماشي غير دابا في كل زمان وفي كل مكان الانسان بطبيعه الحال كيبغي يربح وكيخاف من الخسران وهذا الشيء اللي خلاك يعيش في الاوهام وقيل يا ولد الناس انت اللي غترد النحس اللي عندنا في هذا الدار وغدير حد البلا والباس جابك الله باش تحد لهاد البنات الفهامات والقيل والقال وكثر التسوال اخليها مولاها اللي نعرفو كساتو ما يهمنا علاه ما نجاريوه ما نجريو معاه لا قالك مالو معفرين علينا بغينا غير نعرفو اش من عيب صابو فينا الا بصح نيت عندك ما يتقال بطر بلا الطوال في الهضره والكلام ما تنساش ضيافتنا النبي غير 3 ايام ويلا ما قدتناش
نزيدوها 7 ايام ومرحبا بك حتى عام ديال ليا. اما الا لا علم الفرح فوق دارنا راك تبقى عايش معنا لديم الدوام. قصتي طويلة وفيها شلة ما يتقال. قد ما طوال حنا نزيدو معاكم في الهبال. ولو كان يجرى لنا ما جرى شهرزاد وشهريار ونضيعوا معاك ألف ليلة وليلة. أصلوا ما فيه استقبلوا ضيف الله ورحبوا به. ضيافة النبي 3 أيام. إيوا هي غادي نخيموا 3 أيام هنا. ما فيها باس كاع ولا 7 أيام. صافي بقينا هنا. إلا جابهم الله في الصواب عمره ما يخرج من تم. على دايم الدوام وطول الأيام. إيوا على هاد الحسبة سي الزعيم. غير ندبروا فشي سكنة هنا. حنا عمرنا ما غنتبتوا وصل لا هنا لا فشي مكان آخر. على قطعوا الحس بركة. أنت سويلم زم هذاك الفم تنسولك عاد تكلم. فين غدا بهذا الفروج الفحل ديال الزريب؟ واقيلا لو وصلنا الجال ديالو دابا باش نسبوا ولا مناسبة. ما هو عيد هذا ولا عواشر؟ اتفقوا العيالات باش نديو العشاء الزاوية ومنها نيت نعرفوا شكون هاد الضيف اللي عند سيدي رحال. كيفاش يتجمعوا العيالات ويديو العشاء للضيف ديال سيدي رحال؟ إيه مالها؟ اش فيها من عيب؟ هي جد العيب. خلاها مولاها اللي جاب العرضة يبقى بالعشاء. يوم هنا العشية نشوفوا إلا هما عيطوا علينا داكشي اللي بغينا داروها بينا نديروا شغل يدينا اش غنخسروا كاع. ومالنا على حالتنا؟ اش راك شطاط؟ اش مشى لينا؟ انا بعدا واخا يعرضوا عليا ما غنمشيش. وعلاش اخويا؟ المعروض في نهارو غير يبقى في دارو. مالو مخصوص ما عندهم مسكين باش يضيف الضيفان. ايوا سيدي لا خلينا هي ضيف ضيف الله وبوحديتو في القبيله. ها غدا وتغدا يخرجوا لك سيدي بناتو جالسين كيتفاشوا ويتباهوا علينا. هذيك غير هضره وكلام شلا باش غيتفايش علينا غا هو اللي ضيف ضيف الله في القبيله. اولي عباد الله اولي عباد الله معاملين ايوا انت قلتيها فمك. الا خليناه بوحديتو كيضيف ضيف الله في القبيله ها غادي يقولوا علينا. والراجل شنو غادي يقولوا علينا؟ الحق سيدي وسيدي اللي خرجكم تقاركم تخرجوا مع عيبكم وحركم ولتلت سنين بجوار داركم ما يخصوا حتى خير بجواركم. وها الصفيري جابتكم بلا شك حكت نحاسكم وهي جايه دابا تحك نحاس ناسكم. ولكن سمحوا لي انا عم سيدي الا قطعت كلامكم. انتم عارفين وبخباركم وعلى بالكم باللي بنت عمي مهاني ما كانت ناويه غير الخير وكانت باغيه غير تقرا حسيبتها وترجع معزتها. ولكن باش لقاتكم خوت ومقاطعين صله الرحيم بغات تقرا حسنتكم وتخيط بيناتكم بخيط بيض. هذا ما كاين. زيان 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 مال هاد ولد السبيل ما يمشي لدار الضيافه وطلب ضيف الله باش نمونوه كاملين كيف العاده اللي موالفين. حنا العيالات اتفقنا باش نديرو مريضنا ما عنده باس لحقاش الا سكتنا على ما فينا غادي نديروها باينه. متفق معاك هادشي اللي قلنا حنا رجاله قلنا سيدي نسكتوا على ما فينا حتى يديرها باينه عاد نزلوا عليه نزله على غفله. وهادشي اللي درناه حتى حنا دابا وداكشي اللي نوينا. واقيلا الله رايكم حسن من رينا. وراه الري رينا والشوار شوارنا وهكا ديما. ايوا يلا باش نروح عشا يجيبني نحسن عشا الاخرين سير القدره ديال السم جيب ليا شي طيمه. هي الاولى كون غير شاورتونا قبل ما ديروا ريكم غادي نتفقوا معكم حتى حنا ورجالكم يمشيو معاكم على مال هاد القبيله فيها غير العيالات. واخا سيدي ما بعيده غير تهدله اما سربط الخير راه موجوده. احنا سيدي غنبقاو غير وحده وحده علينا ما يجي فيني طيب عشانا حتى تخرجوا نتوما الرجال تعلموا بعضياتكم وديك الساعه تمشيو معانا كي جيتك. ايوا هكاك الله يرضي عليكم مالكم اش زربكم؟ وما زربنا والو نقي زرعك وسكتني. هذا راهي مزيان. الله عودي شكون اللي كره الزرود؟ قلتها اليوم حتى انا. اش قلتي لهم؟ قلت لهم راجلي هو اللي غادي يقبل في الاول في الرجاله. علاش زعما؟ حيت انت ديما كتقول لينا الا جات الوليمه يطيحوا عليها اللواح. واخا لالا انا غادي نمشي نصلي وانا معك. يلا صلي. الله نعم.
حتى هذا كلام. شكون اللي فكرنا البنات فين خلينا كلامنا؟ الله يفكروا بالشهاده عند المامات. خليناها فين بديناها، ما نقزنا صوار ما تحلنا بيبان. خلاها مولاها تقينا حتى عينا في الحيط، والحيط ما رد علينا جواب، ما سمعنا من وراه عيط. إلا كان عقلي نفاني وخا بناتي غادي يكونوا عقلات أكثر مني، خصنا خليناها ملي تعشات العشية مع غروب الشمس، ولا ملي تخالف الليل بالنهار، بغيت نقول ملي تخالف النهار بالليل. وكما قالوا الأولين للتاليين، النهار بعينيه والليل بودنيه، والليل كسر العيب والعار ويخبي الرديلة والويل. والظلمة كتعمل لي بعينيه وتخليه كيف العمى والتهامة. خليناها في بلاد الزرواله ملي دق عمهم في الباب. وكيف ما قلتي شموا ريحه الخضر وقبل ما يديروا معاه الصواب، وكانوا دايرين بحساب الشر وتحزموا وشمروا ودمروا على الكميه والخنجر. وكانت هذيك الليله على زرواله وبناتها ليله كحلات حلا ما فيها ضوء، ملي شافوا عمهم كحلوا بالعمى حيت عرفوا نيته وغرضه. ايه عمالي طمع عينيه وطمع في الورد اللي خلى ليه خوه، بغى يحوزوا لعندو حيت خلى غير البنات ومراه رجاله، زعما يقول للناس باغي يرد الهيبه زربة المرحوم ويصون عرضه. يا فتح يا رزاق يا المهون في الارزاق، اللي فيها الخير يسرها لينا واللي ما فيها خير بعدها علينا. وهاك يشدي هاك نار اللي هنا وشدي نارين عويشه يكحلوا السعد ويبيضوا طريق الرديلة. وجه الويل وجه الويل ما يتلا معاهم تاويل، خلاها مولاها. وجه الحمالة حمالة وجه الشريط شريط. والحق والله المرحوم دار ليه سيدي ربي التاويل من اللي داه. ياك ايوا سيدي حاشاك. ما حاشا يا ما حاشا. زيدوا قدامي عارفه بنت عمي بغى العلال ملي شرف بان ضعفو وما بقى حد باغيه ولا قابل عليه، وانا بحالي بحال داك البغل. هادشي اللي كتعاود فيها ولد عمي كيف والو وما منو والو. هاد الزمان كل واحد كيعول على راسو وما فرق ربي للريوس غير باش ترتاح، واللحية ما كتهز الحية غير القبر. نار عصيدة شاور راس خونا عشوية ما كنت نخرج لي. واش مرادك تشوهني ولا؟ وقت باغي نشوهه هو. قول تشوهني أنا ماشي تشوه الفقيه. جاب الله بان ليا كيهضر على زرواله وانا نتهدن. وملي انت هكا سيدي شجيع مالك ما توسط لي انت النيت؟ لاش خليتي يوصل لهاد الحاله؟ لاش وانا عارف العروي قصدو سريف ونيته حسنه. بيني وبينك الفقيه ما يصلحش ليها وهي ما تليقش ليه. يوم من ناحيتهاش هذيك المراه خاصها شي راجل يكون بدراعه بكتافه بحالي انا. شربي شربي تحل عمتك تباك. جبتي لي الغمه حزموني ورزموني ولا تعولوا عليا. شرب شرب العصيده راه غادا تبرد. شرب خلاها سيدي علي سلطان الكلام وشيخ القوافي كيقول في ديوانه اللي بغى العز كيسعى ليه ولو يوطى على الشوك بقدامه وكفوف يديه. واللي رضى بالدل الله يغيسو فيه واخا تنسحو حتى رطى بربا بودنيه.
ولين يا بنت عمي انا تولدت بهمي وخمي ومرت زمان ريق فمي. اطلق من الدار والله لا ديتيه معاك. يا الله واش باغي تحرر عليه العيشه؟ واش باغي تمشي تفقصني؟ قال باغي تحرر عليه تاهو العيشه كما حررتيها عليا؟ ها؟ ما مكاسيني، ما مزبطني، ما موكلني، واش بغيتي؟ ها؟ واش بغيتي؟ ها؟ اسمعش خوضو راه، راه، خوضو، اربح بيه، اربح بيه. نهار طاح الحياة والوقار وكتب الطلاق والفراق على امي وبا وانا موتر. كل واحد منهم زاد بلا ميعاد ولا معتاد وبقيت انا في هاد الدوار ندور ونعطر. كل واحد منهم عاش حياته اللي اختار، دقلو تادو ولدو ولاد، وانا بقيت بين البينين، من ابو والدين من بيتين. تعسيت قدامي، انسى عليا الصبر ديالك. اش غادي ندير؟ مالك معاه؟ مالك معاه؟ واش غادي ندير انا هاد السيد هذا؟ ما عندي ما ندير به هنا في الدار. ها العار على الله، ما عندو مسكين فين يمشي. ها ويلي غادي يمشي عند بوه، ما عندو ما يدير عندي. ما عندك السر على الله، الله يعطيك السر. ما عنديش انا كندير تنفك ما يبقاش عندي في الدار. هذا حمق، هذا اش غادي ندير به انا؟ الله يعطيك السر على الله، الله يعطيك السر. لا ركبة نوسدها ولا صدر حنين، لا من يواسيني ويفاجئ لي الطين. ياك نهار العيد ما كنبانش، ياك كنغبر بحالي بحال المشاش، ما كنسطرش في الدوار. علاش؟ محروم من فرحة العيد ومحكوم عليا نكون مغير على الاخرين، ما نعيش حياتي من صبايا لشبابي بحال قراني، ما نسعد ما نفرح ما نعوشر ما نعيد حيت الدراري فرحانين، وما خصنيش نخسر عليهم فرحتهم وننكدها عليهم وانا حزين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمي شفتي عمي غير شاد معاك الضد والعناد. سكتي سكتي، أش من عم الله يعطيه العمى أكثر مع عميه الطمع. أنت راكي ما عارفة والو بنيتي. عارفة قالك ما عارفة، ونديرو لالا أنا كاع ما عارفة والو. شتي لا غير عمي شفت الغدر باينة في عينيه. داكشي علاش ملي تشوفيه طيحي لي على يديه تبوسي وتعاودي. وكي شتي انت هي ما كتبدي ترحبي به وتعنقي. انا راه على قبل ميمتي باش ما نخسر لها العزيمة ياك،
ومالي انا اشترك بيني وبين بو. وحتى انا يا لالا راه ما بغيتش نحافر غير حيت عمي. هادشي كله سبب الطمع خلاها مولاها بدنيا غابة ونصاح طابة واللي حطب شي يدني ويدفى به الحياة. علاش مرت باك ما باغاكش؟ ما كرهاتش بنات هي ورثو بوحدهم، اما انت كل قد تحمق ولا تغبر من الدوار ولا حتى تموت. الساعة نيتهم خرجت فيهم، سلط عليهم الله عمهم خشقيقهم خرجها منهم، اما با انا كاع ما بقى حاسب راسو منه. بصح نيت با الله يغفر ليه وعمي القنديل الله يسمح ليه ما كانوش كيحسبوا باك خوهم، حيت ماشي شقيقهم، خوهم غير من امهم. بيني وبينك هنه الله منهم وبعد بلاه من بلاهم. ولين يا بنت عمي زربوها مرات با هي اللي كحلت ليا وجهي في الدوار وكحلت ليا قلب با حيت كان كيتيق بكتوبها وما كانش اللي يعطيه صحة الخبار. أودي خليها لفعيلها وهما يلقاوها، راه حتى هي عندها البنات. بالحق مازال الحق يبان، وبيني وبينك غدا تحصلو تودي سواء قصر الزمن ولا طوال، غير كون هنا ولد عمي. نجيب معك شي خبيز. وسلامة الله يخرجها في داك البر ويحضر لهنا والسلامة في هاد الليلة هادي. نسعو اللطف لنا. وهذاك علال راجل أمي اش درت ليه؟ تيحرش عليا تولات عدوة. لا عياد ما تقولش هكذاك، عمر الام ما تكون عدوه وراها غير صابتها الشوكه في اللحم وما عرفت ما تفرق بينك ولا بين راجلها. وصفا عياد بالحق راه نيتك خرجت فيهم وحرمهم ربي من الاولاد، ولو كان يسيبو غير خيال عياد. مع الشيطان. تلقاني فرحانة لا في عياد ولا في عواشر حتى نلقى قبر امي ولا نجيب صحة خبارها. هادي قصة الراكب على باه المشرج بامه مسلح بلهواه والخوف يجري في دمه. راه القلب ما يصيب دواه غير مع الناس اللي كيفهموه.
كلها غايز في همو وانا رجع يا في الله يدق الاحباب تلمو وانا رجع يا في الله يدق الاحباب تلمو انا القريب انا البراني انا الغريب في عز وطني هي من خوالي شويه وشويه من عمامي سموني والدي يا ام هاني وكلها واش من سميه سمي والله الغيب الغايه لي كلها غايس في همو وانا رجايا في الله دوك الاحباب تلمو وانا رجايا في الله دوك الاحباب يا اهلي كلها غايس في همو وانا رجع يا الله دوك الاحباب تلمو وانا رجع يا الله دوك الاحباب تلمو